من جانبه دعا النائب عن محافظة ديالى مضر المعن الكروي، دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى حضور مؤتمر شامل في بعقوبة لحل المشاكل المزمنة، والتي من بينها الوضع الأمني وعودة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة والقضاء على خلايا داعش النائمة والعصابات الإجرامية. وقال الكروي إن ديالى هي بوابة أمن بغداد وتعاني من جملة مشاكل هي أشبه بالقنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة وقد تقودنا إلى الفوضى، مؤكدا بأن سلسلة الخروقات الأمنية الأخيرة خاصة في الوقف وجنوب بهرز، إضافة إلى بروز موجة نزوح قسري في قرية أبو خنازير ومن قبلها المخيسة، كلها مؤشرات على أزمات قد تأخذ بنا إلى المجهول. احنا هسه في مرحلة يعني الماضي راح ولف، صار هدية وضرب على ديالى ما صار بكل العراق، والحمد لله كلها راحت. هسه حاليا احنا بمرحلة نريد نعيد الانسجام المجتمعي، نعيد التواصل، الخوض، العمة، كذا، هي مكونات، هي حالات ديالى مكوناتها. صح لو مو صح؟ هي هاي جمالية ديالى، فاحنا هذا الشيء الأفكار الغريبة وغير الأمور اللي دخلت لنا دخيلة كلها ولت وراحت. فإن شاء الله يعني هذا الحادث هو مؤسف، وإن شاء الله احنا على تواصل ويا الجيش والشرطة ومدير الناحية أيضا. اكو ان شاء الله يعني خطط واكو ان شاء الله ترتيب للقادم، فانتوا اهم شيء بانه تحافظون على وجودكم، مال نزوح وغيرها طيروها من يعني عقولكم. لا يعني هذا الموضوع لا تخلوا ببالكم.